بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة معدنا مع حكاية جديدة. هنتكلم النهاردة عن الأمثال في مصر القديمة. المصريين القدماء أبدعوا وألفوا كتير من القصص الأدبية، زي قصة سنوحي، زي الفلاح الفصيح والبحار الغريق وغيرها. الحكم والأمثال اللي وصل ليها المصر القديم بتبين قد إيه كان عنده نضج فكري. الحكم والأمثال كانت عنده بتكتب في إطار تعليمي، بتبدأ بكلمة سبوبي أو درس أو تعليم العنوان بتاعها، بيقصد بها تعليم حكم الحياة وأداب السلوك، وهي غالبا بتكون نصايح موجهة من والد لابنه، من والد اكتسب خبرة الحياة بيصوغ تجاربه في حياته اللي اكتسبها في عبارات بليغة موجزة موجهة لابنه حتى يحقق لنفسه النجاح والفلاح في حياته. من أبرز الحكم اللي كتبها المصريين القدماء تعليم بتاع حطب. تعاليم بتاع حطب اهتمت أساسا بالأخلاق وقواعد السلوك، وكانت بتدرس على أنها دروس في الأدب والأخلاق. هي بصورة بيحكم فيها على تقدير الشعب المصري للقيم والسلوكيات الإنسانية القديمة. في كمان نصايح ابن محات الأول إلى ابنه سنوسرة الأول، وكانت من القطع الأدبية المحببة إلى قلوب المصريين. فبنشوف ده فيما قاله ابن محات لابنه، بيقول له: استمع لما أقول لك حتى تكون ملكا على الأرض، احذر لأتباع ولا تكن وحدك، ولا تثق في صديق إذا نمت، فاحرس قلبك بنفسك، وعند الشدائد لن تجد الصديق. كتير من الحكم عرفناها من خلال البرديات اللي بتؤكد براعة المصريين القدماء في هذا المجال. بعض النصايح والحكم جت مطابقة لمعاني أمثال شعبية متداولة في العصر الحديث. ففي نصايح الحكيم بتاع حطب بيقول: لا تكن فخورا بمعلوماتك، استشر الجهال والعارف. بيقابلوا الوقت المثل الشعبي في ثقافتنا الشعبية: ما خاب من استشار، وشاور صغيرك وكبيرك. والنفس الحكيم بتاع حطب بيقول: ويبقى صاحب الحكم العادل الذي يسير على خط مستقيم. بيقابلوا الوقت المثل الشعبي الجميل: الحق أحق أن يتبع، وامش عدل يحتر عدوك فيك. كمان في حكيم اسمه عنخ شنشقي بيقول: لا تتحدث بصوتين، الوقت بيقابله المثل الشهير: صاحب بالين كذاب. وزي المش كل ساعة بوش. في بردية عنخ شنشقي أيضا بيقول: المثل الفرعوني: ما يضمره الإنسان يبدو على وجهه، وهو بيشبه المثل الشعبي الوقتي: الجواب بيتقرى من عنوانه. بيقول كمان: الشره لا يعطيك طعاما، بيقابلوا المثل الشعب الوقتي: الطمع يقل ما جمع. طريق طويل من الحكم والأمثال الشعبية موجودة باللهجة العامية المصرية، من روافد الأمثال والحكم والمواعظ لدى المصريين القدماء. وده بيبين قد إيه كان فيه تواصل بين الطبقات الثقافية اللي تراكمت في ذاكرة الشعب المصري عبر عصورها، سواء كانت قديمة أو وسيطة أو معاصرة. وفعلا زي ما قال نجيب محفوظ الكاتب المصري الشهير: مصر ليست دولة تاريخية، مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ. في كتاب الدكتورة عزة عزت الشخصية المصرية في الأمثال الشعبية، بتوضح إن في حوالي 250 مثل بيرددها المصريين بنفس المفردات عن أصل فرعوني، زي: إن حبتك حية طوق بيها، وحبك يغوشتي لكن مش أحسن من دراعي، والحلوة حلوة لو صحيت من النوم، والوحشة وحشة لو استحمت كل يوم. الأمثال الشعبية كمان أطلقها المصريين على كل شهر من الأشهر الفرعونية، شهر حسب طبيعته. مثلا شهر كياك من الأشهر الفرعونية، فكان بيقولوا عنه: صباحك مساك، حضر غداك ما عشاك، عشان شهر كياك كان على طول بداية قصر النهار وطول الليل. شهر طوبة كان بيقول عنه: طوبة تخلي الصبية كركوبة، عشان كان فيه برد شديد. برمهات من الأشهر الفرعونية كانوا على طول بيقولوا عنه: روح الغيط وهات. ليه بنقول؟ عشان قصرة المحاصيل في هذا الشهر اللي بيوافق الوقت شهر مارس. لم يكتف المصر القديم بإبداع أمثال شعبية نقلا عن ثقافة القدماء المصريين، ده كمان أبدعوا وعملوا توافق بين الأشهر الفرعونية والمأكولات. فقالوا بعض الأمثال زي: رطب توت، رمان ببه، موز هاطور، سمك كياك، سمن طوبة، خروف أمشير،
أخذ المصريون المثل الفرعوني اللي بيقول افعل الخير وارميه وسط البحر، مع تحريف بسيط في الوقت احنا بنقوله اعمل الخير وارميه في البحر، ودي من الأمثال القريبة معنا ونصا. كمان اللي بيشيل قربة مخرومة بتنز أو تخر على دماغه، قالوها الفراعنة بشكل تاني، من هز حجرا وقع على رجله. بتذكر الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في كتابها شخصية مصر قول أحد الحكماء الفراعنة، بيقول لا تقولن لا أحمل خطيئة، فليس بين يدي الإله إنسان كامل. وده المعنى اللي صاغه المصر الحديث، الحلو ما يكملش والكمال لله وحده. الخلاصة بنقول إن اشتهر الشعب المصري القديم بأمثال شعبية وأقوال قد تبدو غير مفهومة للوهلة الأولى، ولكن إذا تعمقت في الكلام فستجد مضمونها يحمل دلالات ومعاني عميقة. خطرت فكرة مشروع تجسيد الأمثال الشعبية المصرية للرسامة المصرية مي أبو النجا، اللي حاولت تعبر عن الفلكلور المصري من خلال ترجمة أقوال مصرية للوحة فنية. وفي النهاية يا رب تكونوا فهمتم الفيديو حاجة ووصلت لكم معلومة، ودايما وأبدا دمتم بخير.